فجوابا على هذه التعقيبات للسادة المستشارين، صحيح أنه في جوابي تكلمت على الشبكة الوطنية والجهوية والإقليمية، أشرت كذلك على الشبكة الطرق القروية، ولكن لم أعمق في هذا الموضوع. صحيح أنه من ضروري إعطاء الأولوية للشبكة الوطنية لأنها هي التي تسد حاجية التواصل ما بين الجهات إلى غير ذلك، ويكون متفق على ذلك، لكن صحيح كذلك أنه الحكومة تتدخل من أجل فك العزلة على العالم القروي، ومثال ما حصل في أنفقو هو أحسن مثال من البرامج التي تقوم بها حكومة صاحب الجلالة لإيصال الطرق للمداشير للدواوير للتجمعات السكنية التي توجد في المناطق النائية سواء كانت جبلية أو في أماكن أخرى. فهذا هو موضوع البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يستهدف تماما مثل هذه الطرق المداشر أو الدواوير. وأربط هذا الأمر مع إشكالية يعني الفيضانات، فنرى أنه حاليا الآن هناك بعض المداشر بعض الدواوير التي تعيش يعني صعوبة الولوج إليها من جراء الفيضانات، لكن هذا الأمر يرجع ليس لعدم التدخل الآن بل لعدم بناء الطرق، يعني بلا بغينا نحل الطرق من بعد الفيضان تخص الطرق تكون بنية من قبل. إذن هذا علاش الحل ديال الطرق القروية تخصها قبل كل شيء نتمو ونعمو يعني فك العزلة الطرقية على المناطق القروية، وهذا هو بالضبط المضمون والهدف ديال البرنامج الوطني. كنذكر أننا كننجزو 2000 كيلومتر في العام، أننا كنا كننجزو 1000 الآن تنعملو 2000، وكنفكو العزلة على ما يناهز 300,000 مواطن في السنة. بطبيعة الحال نسبة لجلت يعني غير كافيه، تصل حاليا الى تقريبا 60%، اذا كاين مئات الالاف اللي كينتظروا. هذا علاش عجلنا بانجاز هذه البرامج. فيما يخص مسطره تصنيف الطرقات في الاطلس المتوسط، اشير الى انه هذه مسطره غير ممركزه تحت الاشراف او الرئاسه ديال العامل ديال كل اقليم، فيجمعوا ما بين الرؤساء الجماعات المعنية والمسؤولين عن الوزارة، ويتم تحديد مسطرات تصنيف أي إدخال بعض الطرق في الشبكة المصنفة وإخراجها. عندما تدخل في الشبكة المصنفة تصبح على عاتق الدولة، وعندما تخرج تصبح على عاتق الجماعات، فهذا أمر يعني يتم في إطار مشاورات محلية، فالوزارة تزكي كل القرارات التي تمشي في هذا الاتجاه. طبعا حتى يبقى المستوى أو الحجم ديال الشبكة على عاتق الدولة يبقى في حدود الشبكة اللي هي موجودة حاليا، باش نبقاو متحكمين بطبيعة الحال في الإمكانيات المالية المرصودة لهذا القطاع. أرجعوا لحظة إلى الطرق الغير المصنفة، يعني أؤكدوا على أنه المعيار ديال المصنف أو غير المصنف لم يبقى بعد من أحد المعايير التي نعتمدها لإدراج الطرقات في البرنامج، يعني البرنامج الوطني ما راعيناش هذا المعيار هذا. إذا كانت طريق ضرورية خصها تعمل كدير دواوير فيها السكان كنبرمجوها، والصيانة ديالها كندرسوها الآن يعني الطريقة ديالها. أخيرا الإشارة فقط إلى طريقة التدخل ديال الدولة في على من على إثر يعني الموجات ديال البرد اللي يمكن لها تكون إلى آخره. تنذكر على أنه هناك تنسيق مع وزارة الداخلية، هناك خلية اليقظة اللي هي موجودة، وهناك استراتيجية التدخل حسب يعني المستوى ديال العلو اللي كاين في الجبال والأخطار اللي يمكن يعني تكون ناتجة على تواجد موجات ديال البرد. إذن كاين مسطرة يعني لتقديم مساعدات آنية في إطار التنسيق مع هذه خلية اليقظة مع وزارة الداخلية. فيما يخص الصيانة الطرقية أشير إلى أن هناك مسطرة يعني جد دقيقة للصيانة الطرقية، أشرت إلى هذه المسطرة فيما يخص القناطر، لكن بطبيعة الحال يمكن لي نتوسع في كل ما يهم الطرق وقارعة الطرق. بغيت نشير إلى أن بعض الأحيان السيد المستشار قال انهارت قنطرة في إمتانوت على قرب على طريق الوطني رقم 8، يعني تم الانقطاع ديال الطريق لم تنهار القنطرة. ما اللي وقع هو الردم ديال الولوج الى اللي هو يعني بالتوفنا هو اللي تم يعني تاكل من جراء الفيضانات.
ولكن القنطره صمدت الى الامر هذا. على كل حال النتيجه هي نفس الشيء، لانه تم انقطاع ديال الطريق، ولكن تدخلت فرق ديال الوزاره وفتحت الطريق بطريقه سريعه، وثم تدخلت في مدينه ابن تانوت لمساعده جماعه المحلي. الاشاره فقط على ان الطريقه ديال الشبكه الطرقيه وامكانيه ان تكون هناك تعدد التدخل او الولوج للاماكن، حدث ان تنعالجوه في اطار الشبكه الوطنيه، يعني عندنا الهاجس هذا، وفي اطار الشبكه ديال طرق السيارة. وهذا كنشوفه مثلا ملي تقطع الطريق الوطنيه رقم 13 ما بين تطوان وفنيدق في بدايه شهر اكتوبر، يعني فتحنا طريق السيار اللي كان مفتوح ولكن عملناه بدون اداء لمواجهه فتره الانقطاع على الطريق الوطنيه. اذا غيكون عندنا نفس الشيء اللي غتكمل ان شاء الله طريق السيار ديال اكادير، يعني بعد اقل من سنتين. ثم فيما يخص نظام الصيانه، اشير على انه يعني نعزز حاليا من امكانياتنا في الصيانه، خصوصا الصيانه الطرقيه. نخصص تقريبا 50% من الميزانيه المخصصه لتدوير شبكه طرقيه للصيانه الطرقيه، تقريبا مليار و200 مليون ديال الدرهم اللي كنرصدوها للصيانه الطرقيه، و يعني نزيد كل سنه على هذه الميزانيه من اجل ان تكون مستوى ديال الشبكه الطرقيه في المستوى المطلوب. واقول انه لا يوجد اي يعني قصور في نظام هذه الصيانه، كاين تقاليد عميقه لدى المهندسين ديال الوزاره، كاين تتبع مع البنك الدولي منذ عقود من الزمان لهذه المسطره، كاين الات تمويليه وتقنيه للصيانه الطرقيه، والخبره المغربيه مطلوبه في العديد من الدول يعني للمشاركة ولتبادل الخبرات ومساعدة بعض الدول الأخرى لتنظيم الصيانة الطرقية. فيبقى على أنه من طبيعي في جميع الدول، لأنه عندما يتم رسم منشأة كيفما كانت طريق سيارة أو سكك حديدية، يتم رسمها حسب احتمالات للفيضانات، وتؤخذ احتمالات ولو يمكن ان تكون عاليه جدا على ما يكون هو مثلا طرق السياره التي هي معموله ل يعني تصدي او للصمود للفيضانات التي يمكن ان تاتي كل 100 سنوات، كل 100 سنه. ولكن على كل حال حتى اذا رفعنا من هذا الامر هذا غادي نرفعوا من التكلفه، غتصبح التكلفه اكبر بكثير، وغادي نجعلوا انه البرامج يعني ديال الدوله غتكون جد مكلفه مما سيؤثر على المردوديه ديال المشروع، ويمكن لذلك ان يعني يؤخر خروج المشروع للوجود، او يمكن كذلك ان يؤجل الى الابد خروج هذه المشاريع الى الوجود. والاحتمالات التي ناخذها هي الاحتمالات التي تؤخذ في الدول يعني حسب المعايير والمستوى الفني في مجال الهندسه. وشكرا. شكرا سيدي.